بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل توتوريال 2، والتايتل اللي هيكون معانا دلوقتي اسمه الهيستوجرام بروسيسنج، او فكره الهيستوجرام وازاي نطبقها في موضوع الديجيتال ايمج بروسيسنج. وقبل ما نبدا في فكره الهيستوجرام، احنا عايزين ناخد فكره سريعه كده. تخيل معايا ان احنا معانا الجدول ده فيه السكور شو السكور شيت بتاع درجات الطلاب، او ده السكور شيت الخاص بدرجات الطلاب في امتحان معين او كويز معين. فالسكور شيت ده بيقول لك ان درجة كل طالب قاعد في الكلاس حسب مكانه، يعني ما هو المكان اللي قاعد فيه. فالطالب اللي هنا جايب 7 مثلا، واللي جنبه جايب 8 زي ما انت شايف كده. لكن احنا مش عايزين بقى نعرف الدرجات بشكل عام، احنا عايزين نعمل عملية احصائية او نكاونت او نعد كام طالب جايب كل درجة، ايه مستوى الطلاب. فلو تلاحظ كده انا ظللت لك على الطلاب اللي جايبين 8 درجات، فاحنا هنعمل عملية احصائية، او هنقول الطلاب اللي جايبين 0 والطلاب اللي جايبين 1، الطلاب اللي جايبين درجة 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 واللي جايب فول مارك 10 مثلا. وهنبدأ نعد عدد الطلاب. ده انا ظللتهم دول 5 طلاب جايبين 8 درجات، فهنكاونت. يبقى احنا بنعمل كاونتنج او عد، صح، لكل بوينت معينة او سبيسيفيك بوينت. فالطلاب اللي جايبين 8 درجات كام طالب؟ هنكتشف ان هم 5 طلاب. طيب واللي جايبين 7؟ طالب واحد بس زي ما انت شايف. وهكذا نقدر نوزع الدرجات بتاعة الطلاب. مثلا لو شفنا اللي جايبين درجتين، الطلاب اللي جايبين 2 يبقى ادي 1 2 3، يبقى لازم اسجل في المكان ده ان في 3 طلاب. يبقى ده النمبر اوف ستودنت، وده السكور او البوينت اللي انا ببحث عن ده. ايه اللي هستنتجه من الكلام ده؟ خد بالك ان انت لازم تعرف عدد الطلاب اللي في السكشن كام. فواحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، دول 16 طالب. طيب لما نقول 5 جايبين 8 درجات، معناها ان نسبة الدرجة دول طلاب متفوقين او جايبين جيد جدا مثلا، او قريبين من لو قسمناها جريد ممكن يكون بي بلس. فاللي جايبين بي بلس هما 5 من 16 طالب، صح؟ فنقدر نحسب النسبة المئوية، فهنضربها في 100 ونقسم، يطلع علينا حوالي ممكن توصل ل 40% من الطلاب، او حاجه و30% من الطلاب، 38% مثلا نقدر نحسبها بالكالكوليتر، جايبين درجه كام؟ 8. بينما في كام طالب جايب 0؟ 1، صح؟ في طالب واحد بس جايب درجه 0، معناه انه ما حضرش الامتحان او ما حلش حاجه في الامتحان. بينما اللي جايبين درجه 1 2، يبقى 2 طلاب. اقدر اعرف الطلاب الراسبين، فاللي اقل من 5 راسبين، فمعنى كده اللي جايب 4 و3 و2 و1 مجموعهم كام؟ ادور عليهم في السيستم واحسبهم واطلع عددهم، فيطلع 6 من الاجمالي اللي هم 16، فيبقى نسبتهم حوالي 40% برضو او اكتر شويه من اللي جايبين 8، وهكذا. اللي احنا عملناه دلوقتي ده بنقدر نقول عليه تمثيل. طبعا الكلام ده نقدر بقى نرسمه بيانيا، صح؟ نقول والله اللي جايبين درجه 8 دول كام طالب؟ دول 5 طلاب. واللي جايبين 1 و2 و3 و4 و5 و6، فهنلاحظ ان في رسم بياني هيطلع يوضح لنا عدد الطلاب في كل سيكشن او كل درجه. فبالتالي احنا عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا احصائيه جمعنا فيها نمبر اوف اليمنت، او عدد العناصر اللي حاصله على سبيسيفيك بوينت او درجه معينه، فكون لنا حاجه اسمها الهيستوجرام. طيب عايز اعرف برضو هو ايه الهيستوجرام؟ هو تمثيل بياني توزيع بيانات بشكل رقمي. يعني عندي مجموعة أرقام عايز أعرف متوزعة إزاي، درجات الطلاب هل كلهم متفوقين، هدفي منها إيه، عايز أوصل ليه إنديكيشن معين أو انطباع معين عن الكلاس ده، وبالتالي أقدر أرفع مستوى الكلاس أو أهتم بيه أو أخد قرار مناسب للمجموعة. طب إيه علاقة الكلام ده بشغلنا في الديجيتال إيمج بروسيسنج؟ إحنا اتكلمنا عن البيكسل والصورة، فاحنا دلوقتي عايزين نمثل الوان الصوره خصوصا في الجري سكيل ليفل. فتعالى كده نقرا بسرعه البدايه بتاعتنا، وهوري لك ازاي نمثل البيانات دي، وهنطبق نفس اللي عملناه دلوقتي ونعرف مجموعه من القوانين المهمه اللي لازم نستخدمها. بيقول لنا الهيستوجرام ان ديجيتال ايمج وذ جري ليفل، هنركز قوي على الجري ليفل دي، ان رينج من 0 ل ماينس 1. يعني لو عندك مثلا 8 بت وهكذا، هنشوف يعني من 0 ل 7 يبقى الالوان المتاحه زي ما قلنا درجات الطلاب، في طالب يجيب 0 1 2 3، هنا هيبقى الالوان المتاحه في الجري سكيل 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، مفيش لون 8. ليه؟ لان احنا ال 8 بت لما بنقول من 0 بنوصل ل 8
أو الثامن بيكون رقم 7، صح؟ أدي 1 2 3 4 5 6 7 8، معناها إن ممكن بيكسل يكون لونها 0، ممكن بيكسل يكون لونها 1 وهكذا لحد بيكسل يكون لونها 7، وده الثامن. الثامن إزاي إذا كان هو رقم 7؟ أيوه القيمة 7 لكن ترتيبه الثامن لأن إحنا بادئين من 0، صح؟ الأول ده الثاني، شوف الأول ده ثاني لون متاح، لأن الصفر لون متاح، وقلنا إن الزيرو من الانتنسي ليفلز المعروفة الموجودة عندنا. Is this discrete function HR بيساوي N، هنشرح القانون. Where R is the كيف جراي ليفل، يعني عدد الكي ليفل، وان هو عدد البيكسل الموجوده اللي هو زي عدد الطلاب، والكي ده اللي هي الدرجات بتاعتهم، الحد الاقصى للدرجات بكام. It's a common practice to normalize histogram by divide. كمان هنتعلم حاجه، هو بيلخص لنا احنا هنعمل ايه، هنحسب الهيستوجرام بالقانون اللي احنا شايفينه ده، وبعدين نحسب حاجه اسمها normalized histogram by divide. normalization هنا المقصود بيها تبسيط القيمه او تحليل القيمه بشكل معين، فهنقسم each of its value by total number of pixels. normalization هيخلينا نطلع حاجه اسمها البروبابيليتي او الاحتماليه، وهنوضح برضه يعني الاكزامبل ده كله هيبان باكزامبل عملي، لكن لازم نقرا على الاقل السلايد. يبقى الشابتر ده او السكشن ده هنتكلم عن الهيستوجرام وده قانونها وهنشرحه دلوقتي، بعدين هنطلع حاجه اسمها normalized histogram، والفكره بتاعتها نجيب البروبابيليتي. normalized histogram given by probability ومعناها n على n total، هنوضحها. loosely speaking PR give estimate of probability of occurrence، فدي احتمالية ظهور اللون المعين بنسبة كام في المية، زي ما جبنا الطلاب من شوية، صح؟ لما جبنا عدد الطلاب وقلنا في 5 جايبين درجة 8، ده كده احنا عملنا هيستوجرام، صح؟ مثلنا اللي جايبين الدرجة 8 بعدد. لما حسبنا النسبة بتاعتهم وقلنا ان هم يمثلوا 38%، يبقى احنا كده جبنا نورماليزيشن. نورماليزيشن يعني قسمنا على الإجمالي. انا مش هتكلم كتير عن موضوع الطلاب ده، بس عايزك تقرب الصوره بس لذهنك لحد ما ندخل حالا في الموضوع بالتفصيل. Note that the sum of all components of histogram equal 1، ودي حته مهمه جدا جدا وفي كتير في الامتحانات، مجموع النورمالايزد هيستوجرام بيطلع 1. ليه؟ هفهمك ليه، بس خليك همت معاك، مهم جدا هتعرفه دلوقتي. تعال نشوف بقى، هنبدأ الشغل بتاعنا. وعشان نبدأ الشغل بتاعنا بصراحه انا همثل الكلام ده بمساله رقميه على طول. يعني ايه؟ يعني هناخد مثال رقمي، المثال اللي قدامنا ده هنكتبه ونبدأ نشتغل عليه ستيب باي ستيب. فسي 0 1 2 3 معناها ان احنا عندنا اربع الوان بس، تخيل الجراي سكيل ليفل بتاعنا اربع الوان. ايه هما الالوان؟ صفر نكتبهم كده، و1 و2 و3. احنا عارفين دايما ان الدارك او الاسود هو اللون صفر، واخر لون عندنا، يعني حتى لما كنا بنقول الباينري ايمج او الابيض والاسود بلاك اند وايت، الصفر يمثل البلاك وال1 يمثل الوايت، صح؟ طب يعني ايه صفر 1 2 3؟ معناها ان احنا خدنا الدرجه جراي قريبه من البلاك ودرجه جراي قريبه من الوايت، فبقى زودنا عدد الاماكن شويه، صفر 1 2 3، فبقى مين الوايت؟ الوايت هو اخر واحد دايما، والبلاك هو اول واحد دايما، فالبلاك عمره ما هيتغير، هيبقى صفر. اما الوايت كل ما تزود عدد الالوان او تلون الصوره شويه، تلونها يعني تدخل فيها درجه انتنستي اعلى شويه، تزود الدرجه بتاعت الجريد شويه، تزود درجات الجريد، واتكلمنا عن الكلام ده في سيكشنز قبل كده. فالاكزامبل بتاعنا بيدينا الانتنستي ليفل اللي هي بنربط لها بانتنستي ليفل اي مثلا، وبناخد حاجة تانية دايما كده لما يجي لنا السؤال ده، ناخد حاجة تانية اسمها ال N، N K I K و N K. يعني ايه N K؟ يعني عدد البيكسل، خلاص احنا عدينا في الصورة زي بتاع الطلاب بالظبط، وطلعنا ان في كم بيكسل لونها صفر؟ 500 بيكسل، تخيل كده ان دي الاحصائية. وبعدين كم بيكسل لونها واحد؟ 100 بيكسل، 500 بيكسل برضه. وبعدين كم بيكسل لونها اتنين او درجه بقى فاتحه شويه؟ 22 بيكسل، بعدين 2 بيكسل. اولا قبل ما ابدا اكمل، ملاحظ حاجه ان البيكسل الدارك، مش احنا قلنا صفر الاسود وكل ما نبعد يروح للابيض، الدارك عددها 500، الاسود 500، ودي دارك برضو لانها جراي بس دارك قريبه من الاسود، فتبقى 500، يعني 1000 بيكسل لونهم غامق، و22 و2 يعني 24 بيكسل لونهم فاتح. يبقى الصوره دي من غير ما اشوفها كصوره، انا من الارقام هنا اقدر اقيم الصوره دي واقول عليها صوره دارك او صوره غامقه، صح؟ طيب بس برضو انا مش عايزين نطلع من الموضوع، احنا عايزين نعمل اول قانون للهيستوجرام ونشوف ازاي
هنعبر عنه. فلما يجي بقى السؤال ويقول لي الهيستوجرام، طبعا ده بيكون اول فقره في السؤال دايما او هنشرحه دلوقتي. الهيستوجرام هو فانكشن لعدد البيكسل ار او العدد اللوني، وبيطلع ان هو عدد البيكسل. يبقى اللي احنا عملناه ده اسمه الهيستوجرام. يعني ايه؟ يعني ان ده عدد البيكسل و اتش اوف ار ده، او الار هي نفسها، احنا قلنا هنا اي خليها ار احسن. ار هو اللون intensity level، يبقى هنقول عليه اللون. فاللون الصفر عندي 10 بيكسل، اللون واحد عندي 500 بيكسل، اللون اتنين. طيب العلاقة دي كده بفانكشن، الفانكشن دي بنسميها اتش اوف ار، هو ده الهيستوجرام. يبقى الهيستوجرام هو عدد البيكسل عند لون معين. باختصار ارسمه ازاي؟ اللي قدامنا دي تنفع تترسم؟ ايوه طبعا. نقوم راسمين كده تو كوردينيت، ونحط تحت number of pixel، وهنا هنحط ال r، او ادي ال r قدام. طيب انا عندي كام لون؟ صفر. انا عكستهم، احنا اتفقنا من السكشن اللي قبل كده يا شباب، طول الكورس ما بدأنا كنا دايما بنحط ال intensity level تحت، وهنا المعلومات المتغيرة. فهنا هنحط ال n او عدد البيكسل. فنقول والله عند البيكسل 0، هنا 0 مثلا، عند البيكسل 1، عند البيكسل 2، عند البيكسل 3، عند البيكسل 4. طب احنا عندنا كام؟ احنا عندنا بس لحد 3 خلاص، مش محتاجين 4. طيب ايه اللي يحصل؟ هنروح عند صفر نعدهم نلاقيهم 500 بيكسل، فنبدأ لحد رقم 500. هنا هيكون متقسم مثلا 50 100 200 300 400 500 وهكذا. فتخيل ان هنا في ال 500. طبعا انت بترسمها بشكل عشوائي او كروكي شويه، مش لازم تبقى دقيقه جدا. فنقول ان البار ده كده اللي انا برسمه دلوقتي ده يمثل اللون الاول، اللي هو انتنستي ليفل صفر، عدد البيكسل 500. طيب نروح للون الثاني اللي هو 1، نشوف كده اللي نطلع برضو بنفس القيمه صح 500، ويبقى ده الانتنستي ليفل الثاني. يبقى انا دلوقتي عملت تمثيل للون الثاني اللي هو 1 قيمته ب 500. طيب اللون الثالث هنلاحظ ان 2 عند رقم 2، او اللون رقم 2 او اللون الثالث فيه 22 بيكسل. طب امثلها ازاي 22 بيكسل؟ هتلاقيها تحت كده بقى، مش ملهاش يعني قيمه كبيره، فتبقى بالشكل ده. ده اللون الثالث. اخر لون اللي هو 3 فيه 2 بيكسل بس، فمعناه ان انت هتلاقي مجرد حاجه بسيطه هنا كده. كده احنا رسمنا الهيستوجرام لمجموعه الداتا دي، والهيستوجرام ده نقدر نجلويت منه حاجه زي ما اتفقنا، ان الايمج دي از دارك. ليه؟ لان دايما اللون الغامق بيبدا من صفر، فالمنطقه دي الغامقه والمنطقه اللي في الاخر هي الفاتحه. فانا وقفت عند او لاحظت ان الدايجرام بتاعي مرتفع جدا في الشمال، يبقى انا هحط قاعده عشان هنحل بيها اسئله دلوقتي. لما تلاقي الكيرف، ممكن يجيب لك كيرف كده في الامتحان، كيرف كده ويقول لك يلا ايه رايك الصوره دي غامقه ولا فاتحه؟ ده الهيستوجرام. خلي بالك الجيفن ده رسم يمثل الهيستوجرام، على طول اعرف ان دي دارك ايمج. بينما الصوره دي ايه؟ ها لايت ايمج، صوره فاتحه. ليه؟ لان القيم عاليه جدا عند المنطقه اللايت او عند الابيض في الاخر خالص، بينما هنا القيم عاليه جدا عند المنطقه الدارك. يبقى دي صوره غامقه، دي صوره فاتحه. طيب واحد يقول لي ودي دي بقى تبقى ايه؟ قبل ما انا اجاوب يا ريت حد يحاول. هنا قيم الفاتحه او اللايت معقوله شويه، هنا القيم قليله. اعلى حاجه موجوده فين؟ او التركيز كله موجود فين؟ في النص، والنص ده دايما بيكون جراي سكيل. يبقى الصوره دي كده بنقدر نقول عليها جراي سكيل، او جراي ايمج، او صوره رمادية، لا هي غامقه ولا هي فاتحه. وهنشوف اكزامبل عليها دلوقتي في الاكسرسايز بتاعنا. يبقى اتعلمنا اول حاجه او اول نوع من المسائل بيجي هو الهيستوجرام، وكتبنا القانون بتاعه. نروح بعد كده لحاجة تانية اسمها هيستوجرام، نكمل نفس على نفس البروبلم. هنلاحظ حاجة تانية اسمها هيستوجرام نورماليزيشن او نورماليزد هيستوجرام. اعمل ايه بقى في النورماليزد هيستوجرام ده؟ بحسب عدد البيكسل عند كل لون، اللي هو الكولوم اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده،
بالنسبة لإجمالي عدد البيكسل. يعني هنعمل إيه؟ يعني هنعمل كده، هنعمل خانة جديدة في الجدول، خانة جديدة في الجدول ده، خلينا نقول كده، بس مش هيظبط معايا. نحط لاين هنا عشان بس تاخد بالك. خلاص هنعمل واحد تاني هنا، هنعمل خانة جديدة هنا اسمها عدد البيكسل. احنا اتفقنا ده الشدة اللونية او اللون او الانتنسيتي ليفل، بس احنا بنقول بقى المصطلحات عشان الناس بتحب يعني الترجمة بتاعتها، الشدة اللونية. وهنا عدد البيكسل عند لون معين، يبقى ده اللون وده عدد البيكسل. طيب هنا بقى عدد البيكسل على اجمالي ان توتال، فده بنسميه اسم بقى مشهور جدا، نسبة الظهور. يعني ظهر اللون الفلاني ده صفر بنسبة كام في المية؟ نسبة الظهور. يبقى نسبة الظهور أو probability n على n total. طب نحسبه إزاي n على n total ده؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. لازم أعرف التوتال بيكسل كام. طب فين عدد البيكسل؟ ما هو ده عدد البيكسل. لو ما ادانيش عدد البيكسل أنا لوحدي أقدر أحسب 500 و500، يبقى 1000 1022 بيكسل. ده إجمالي عدد البيكسل الموجود عندي في الصورة دي. انا عايز اعرف الاولاني، يبقى 500 over 1022، بعدين 500 over 1022 تاني، بعدين 22 over 1022، بعدين 22 او 2 بس over 122. طيب مش كل واحدة من دول نسبة من الاجمالي، فالمجموع بتاعهم لازم يكون زي ما قال لنا الملاحظة المهمة واحد، وانا قلت لك ان مجموعهم هيكون واحد. ليه؟ لأن الواحد معناه لو جمعت كل دول هيطلعوا 1022 على 1022، يعني واحد صحيح. فبالتالي دايما نتأكد إن مجموع أو السمشن اوف probability، يبقى احنا هنشيل بقى الرمز ده ونكتب القانون بتاعه اللي هو P of R أو probability، نسبة الظهور، بتساوي N over N total. يبقى كده اللي عايزين نحفظه دلوقتي لحد اللحظة دي قانونين مهمين جدا: قانون الهيستوجرام اتش ار بيساوي ان، وهو مقارنه بين عدد الالوان عند كل عدد البيكسل عند كل لون. اما قانون الهيستوجرام نورماليزيشن فبنقول عليه probability of r، يعني نسبه ظهور ال r بيساوي ان عدد البيكسل على الاجمالي بتاعها. ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارف بصراحه. عدد البيكسل على الاجمالي بتاعها، يبقى ده القانون الخاص ب النورماليزيشن. طيب ويترسم برضو بيانيا. وبعد كده هناخد حاجه اسمها ايكوالايزيشن، بس احنا عايزين نشوف الموضوع تكملته هتبقى ايه ازاي. يبقى خد بالك ان انت عندك تو بيت. المساله لما جت قال لهم تو بيت، فالتو بيت دي معناها الالوان صفر وواحد، يبقى صفر وصفر وصفر وواحد وواحد وصفر، لو فاكرين اللي خدناه في البدايه. عشان كده قلنا اللون الاول زيرو، اللون الثاني واحد، اللون الثالث، اللون الرابع، دي الاربع الوان. فعشان كده عملنا الجدول، يعني انت خدت بالك 32 في 32. طبعا انا يمكن حسبتها غلط، 1024، مفيش حاجه اسمها 1022. يعني ازاي 1024 حتى معروفه يعني ان هي 2 اس 10 ب 1024 مش 1022. فالاجمالي هيكون واحد صحيح، لان اجمالي دول 1024 مش 1022. هنجمع طبعا دايما جمع صحيح. فال 500 لما حسبناهم طلع لنا، او الاول اللي عملنا التوزيع العادي الاجرام اللي احنا قلناه ده اسمه الهيستوجرام، ده اسمه الهيستوجرام. حطينا كل بيكسل واللون بتاعها، وده بيكون جيفن عاده، او مديني بيكسل معينه او ايمج سبيس كده، وانا هقعد احسب منها كل لون طلع كام. بس مش هنعد 500، هيكون 6 و7 و8 وكلام. بعدين نطلع حاجه اسمها الهيستوجرام نورماليزيشن او البروبابيليتي. والبروبابيليتي معناها خدت ال 500 اللي هو عدد البيكسل قسمته على
الإجمالي. يبقى أنا لازم الأول أكون جامع الإجمالي 1024 وبعدين أقسم عليه، ف500 على 1024 طلع 4 من 10 أو 48 من 100، دي بوينت هنا معناها تتكتب كده صح، والتانية زيها، والتالتة هتطلع 0.02 نسبة صغيرة جدا ما جابتش حتى نص في المية ولا واحد حتى من 100%، وبعدين البوينت الأخيرة ولما تجمعهم مع بعض المفروض إن أنت بعد ما بتخلص دي 0.48 ودي 0.48، لما تجمع الأربع قيم دول مع بعض بيطلع لك واحد صحيح. يبقى أنت كده قدرت تجيب الهيستوجرام والهيستوجرام نورماليزيشن. طيب ده يعني مثال سريع، وهناخد أمثلة طبعا تفصيلية دلوقتي. يبقى خلاصة الكلام إن إحنا عرفنا الهيستوجرام بيتحسب إزاي، حيث إن الـ R هي الـ gray scale أو اللون الـ intensity level اللي إحنا واقفين عنده gray scale level، أما الـ N هي number، الهاش دي معناها number، number of pixel with having gray scale level. طيب we manipulate histogram for image enhancement، إحنا هدفنا من الهيستوجرام إن إحنا نعمل enhancement للصورة. فلو بصيت على الصورة دي خد بالك من حاجة مهمة، لاحظ فيها أجزاء أبيض أبيض، فول أبيض مفيش صح؟ يعني تحديدا اللي هعلم عليهم أنا دلوقتي كده صح كده؟ المكان ده إلى حد ما يميل لأنه أبيض، المكان ده يعني جراي فاتح قوي، والمكان اللي أنا لونته بالأصفر ده جراي فاتح قوي، الباقي كله جراي أو أسود، فبالتالي لما نمثل الهيستوجرام هتلاحظ اللون الأبيض قليل جدا صح؟ بينما الصورة يطغى عليها حاجتين، اللون الجراي فين ده؟ كل المنطقة اللي أنا حاصل لها دلوقتي دي هي لونها جراي صح؟ كل ده جراي، بس الدرجة بتاعة الخلفية اللي ورا المصور ده، معلش عشان بس ايه في مغلوطة، ايوه امسح كده، الخلفية اللي وراه دي كلها او السماء او الباك جراوند اللي وراه دي كلها جراي بدرجة معينة، وبعدين في جراي بدرجة تانية فين هي؟ الأرضية اللي تحت صح؟ انا مش قادر اوضح الالوان مش طالعة، اوكي اهي الأرضية اللي تحت دي جراي برضو ولكنها بدرجة مختلفة. عشان كده هنلاحظ هنا في الرسم ان في جزء جراي فاتح بيميل للابيض اهو، شايف ده كده جراي، كل ده جراي عند البيكسل 150 و160 و170 لحد ال 180، كل المنطقة دي جراي سكيل، وده بيمثل كل الجراي اللي موجود في الصورة. طيب تعالى بقى نتكلم عن الراجل نفسه او اولمست يعني الصورة طبعا باستثناء وشه، يعني هتلاحظ معظم الجزء البادي بتاعه لونه ايه؟ لونه اسود او دارك فيري دارك، حتى هنا فيري دارك وهنا فيري دارك وهنا فيري دارك. عشان كده هتلاحظ بص دارك ليه؟ لان الصفر هو الاسود. طب هل الالوان دي صفر 100%؟ لا، صفر 1 2 3 4 5 ده الرينج بتاع اول 20 درجه في الدارك. عشان كده الصوره دي من غير ما اشوف الجزء ده، مجرد ما اوريك ده تقول لي ان الصوره دي فيها حاجتين مميزين جدا او باترن مهم جدا، الصوره دي فيها جزء كبير دارك وجزء كبير جراي سكيل. طيب كويس، طبعا هنا بيقول لنا عايز يفهمنا يعني ان عند اللون 160 تحدد هو المكان، تطلع هنا وتقدر تعرف عدد البيكسل اتكررت كم مره، 600 بيكسل، يعني ان الجراف نقدر نعمل استيميت او حساب لعدد البيكسل عند لون معين من غير ما اعدهم فعليا او اكاونت البيكسل. نستنتج من كده حاجه ظريفه جدا، خد بالك وبتيجي في الامتحان، يا اما يجي الرسم ده موجود جاهز، يا اما يجيب لك بس دي ويسالك عنها. هنشوف ازاي يجي كده السؤال ويجي كده السؤال. لو جاب لنا دول كده احنا اتفقنا خلاص، اتعلمنا ان في انديكيشن او انطباع بناخده من الصوره. بص على الاولى الهيستوجرام الاول، تقدر تقول لي ايه انطباعك؟ الصوره دي غامقه ليه؟ التوزيع من هنا بص صفر لحد ادي 50 100 150 200، لاحظ التركيز بتاع الالوان موجود فين؟ تركيز الالوان كله زي ما انت شايف موجود هنا، يعني في المنطقة الدارك، يبقى دي نقدر نقول عليها ايه؟ بص كاتب ايه هو؟ دارك ايمج، يبقى دي دارك ايمج. يبقى لما الاقي الهيستوجرام يميل لليسار او للقيم الصغيرة اللي هي 0 1 و 2 و 3 و 4 في الأول، يعني بالنسبة للألوان قيم الزيرو عالي جدا زي ما أنت شايف، قيم ال 1 2 3 4 5 هي، وبعدين عند بقية المنطقة فاضي مفيش أي وجود، يبقى دي صورة ايه؟ دارك ايمج. طب تعالى نشوف العكس، هنلاحظ الصورة اللي بعدها لا ده عالي جدا عند الجراي وبعدين بيزيد 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 او قيم، وعالي جدا عند الابيض، يعني معنى كده ان التركيز كله ايه؟ في اليمين، وفي اليسار فاضي مفيش حاجه خالص، يبقى دي صوره فاتحه، يبقى دي نقدر نقول عليها اللايت، يبقى يا اما صوره غامقه، خلي بالك في فرق بين الاسود بلاك ولايت ودارك،
وفرق بين الابيض وايت ولايت، يبقى دارك عشان هي بتميل للغامق، وهنا تميل للايه، فاتح لايت. طيب والصورة دي مفيش خالص حاجات ابيض ولا حاجات اسود، بل لكنها بنقول عليها كده، اللي يشوف الصورة يقول عليها صورة باهتة. يعني ايه صورة باهتة؟ يعني لو كونتراست. يعني ايه لو كونتراست؟ يعني جراي سكيل، كلها رمادية، الصورة الرمادية بتكون لو كونتراست، الوانها باهتة او رؤيتها باهتة. شايف الصورة عاملة ازاي؟ فعلا تحس ان هي باهتة، دي دارك صح ودي لايت، والريبرزنتيشن بتاع الالوان فعلا على فكره لو خدنا اي بيكسل حتى دي انت تتهيألك ان هي اسود، لكن هي مش اسود. بص ده ممكن غامق، لكن هنا لا، ده فاتح او اغمق شويه من اللي هنا، بس الصوره كلها تميل الى الابيض ودرجات الجراي. بس بشكل عام ايه انطباعك عن الصوره ان هي فاتحه؟ بشكل عام ايه انطباعك عن الصوره ان هي غامقه دارك؟ ايه بشكل عام ايه انطباعك عن الصوره ان هي باهته لو كونتراست؟ نحفظ المعلومات دي مهمه، كونتراست. طيب كويس. بعدين آخر مثال بقى تلاحظ إيه؟ إن الصورة معمول لها توزيع أو ديستريبيوشن للبيكسل بتاعتها. بص إعادة توزيع، لا هي ممكن تكون عالية بس هنا في واحدة، لكن بقية المناطق كلها موزعة بالتساوي، فبنسمي الصورة دي أحسن صورة أو أجود صورة، يعني الصورة الجيدة بنسميها هاي كونتراست، لأن كل لون واضح بشدة، أو التركيز اللوني إيه؟ كونتراست، واضح. الغامق او الفاتح لايت، والغامق دارك هنا في المنطقه دي في قيم، والجراي جراي، فبالتالي تلاحظ الصوره دي هي الهاي كونتراست. لكن اللي التركيز اللوني يكون جراي بس، تكتشف ان هي صوره لو كونتراست او باهته، زي ما اتفقنا في توصيف الصوره ان هي لو كونتراست، بمعنى ان هي تكون باهته. وباين الصور الاربعه قدامك، يا ريت نربط الانديكيشن بتاعنا. طبعا جاب مره اكزامبل، قال لهم اداهم الصور بس او مجموعه صور، قال لهم يلا ارسم الهيستوجرام من الصوره، فانت هترسم كده، يا اما ترسم الكيرف وتحط او اللاين وتحطه على اليسار لو كانت الصوره غامقه، او تحطه على اليمين بشكل عشوائي على الصوره فاتحه، ولو كانت لو كونتراست تركز الالوان في النص، ولو كانت ديستريبيوتد زي ما هنشوف ازاي نوصل لها الديستريبيوتد دي، او الايكوالايزد هيستوجرام زي ما هنشوف دلوقتي. السكشن الجديد هيتكلم عن ايكوالايزيشن، وشفنا مثال على الايكوالايزيشن ان احنا خلينا البيكسل متوزعه بالتساوي، يعني لو في جراي لا احنا هناخد بيك، كاننا خدنا بيكسل بيكسل فرزناها، لقيناها ان هي لا دي والله ممكن تبقى غامقه شويه، البيكسل دي افتح شويه، فالتوزيع ده خد الارقام اللي فوق وزعها على الاجناب كده، فقلت الارقام دي بقت دي قليله، وهنا توزعت فظهر الكيرف ده، فزاد الكونتراست قدام. بيتعمل ازاي ده عملي؟ في قانون مهم اسمه الاس او الايكولايزد هيستوجرام، بيساوي ال ماينس 1، يعني هتطرح ال ماينس 1 اللي هم عدد الانتنست ليفل، لو هم 8 يبقى ناقص 1 يبقى 7، سميشن بي ار، يعني هنجمع البروبابيلتي. على فكره بي ار اللي احنا حسبناها في النورمالايزد هيستوجرام، بي ار كانت نسبه الظهور وبتساوي ان عدد البكسل على ان توتال اجمالي عدد البكسل، فبالتالي بقى ان على ان توتال يطلع بي ار، summation of BR يطلع لنا الايكوالايزد هيستوجرام. ولو اكتر من قانون نقدر نطبق، يا اما القانون ده يا اما القانون بتاع السميشن، هنحل دلوقتي برضو بروبلم على الموضوع ده. الاكزامبل اللي قدامنا ده هيشمل كل حاجه ويحل معانا الموضوع بتاع الايكوالايزد هيستوجرام. عايزين نقرا بقى السؤال واحده واحده ونطلع المعلومات المهمه اللي هتهمنا في البروبلم بتاعنا. اولا سبوز 3 بيت ايمج، 3 بيت ايمج يعني يقصد ان عدد البيت 3، يعني ايه برضو number of bit، يعني 2 power k بتساوي 2 power 3 يعني 8. يبقى ال intensity level استنتجها من عدد البيت ازاي؟ اطبق القانون ده يطلع 8، و8 يعني من 0 ل 7 صح؟ يبقى الالوان مبدئيا كده من اول فقره قريتها قدرت استنتج ان انا عندي R0 R1 R2 R3، تقدر تكتب 0 1 2 3 على طول، مش محتاج يعني تكتب الار. يبقى عدد البكسل او عدد، اسف، عدد الالوان المتاحه او الرينج اللوني المتاح 8 الوان من 0 ل 7. طيب كويس. ال n هي عدد البكسل، يبقى ده number of pixel. طيب هل ده انا اجيبه منين في المساله اللي معانا؟ هو بيقول ان intensity distribution shown in the table، يعني هو مدينا خلاص ال intensity level، intensity او الشده اللونيه بتاعت البكسل المتاحه وعدد البكسل في كل واحده. ومديني حاجة تانية مهمة جدا، 64 في 64 يعني ده
اجمالي عدد البيكسل وضربها لي كمان قال لي ان هي ب 4600. اقول لك طريقه كمان انت تتاكد لو جمعت الارقام دي كلها عدد البيكسل الاجمالي لازم يطلع كام، يعني لو جبنا الكالكوليتور وجمعنا الارقام دي لازم يطلع 4096 وهي نفسها 64 في 64. يبقى في اكثر من طريقه احسب بيها الان توتال. هي الان توتال مهمه طبعا، مهمه علشان هحسب بيها البروبابيليتي كمان شويه. يبقى الان توتال بتساوي يا اما يدهاني جيفن، يا اما احسب عدد البيكسل المتاح 64 في 64، يا اما اجمع الان سمشن اوف ان. كل ده يطلع لي نفس القيمه. لو ضربت الجيفن ده 64 في 64 يطلع ان توتال، او تجمع البيكسلز المتاحه هيطلع لك الان توتال. يبقى دي طريقتين نجيب بيها الان توتال ونتاكد بان الموضوع ماشي بشكل سليم. الخطوه اللي بعد كده طبعا خلاص هو كل ده جيفن، وقال لك كمان ان الالوان من صفر لان ماينس 1 صفر ل 7، بس احنا استنتجناها لو ما كانش قال لنا المعلومه دي. The histogram of the hypothetical image sketched in the figure، الهيستوجرام بتاع صوره افتراضيه مديها لنا is sketched in figure، الفيجر اللي هنشوفه كمان شويه. value of histogram equalization transformation function are obtained by equation اللي شفناها برضو، الايكويشن اللي فوق دي اهي. فالايكويشن دي بتجيب لنا الهيستوجرام ايكولايزيشن، واحنا هنحل بس هنستخدم طبعا، ليك الحريه ان انت تستخدم اي واحد في القانونين. انا هستخدم الجزء ده، يعني انا هكتب القانونين عشان الشكل العام كده يلخبط. كل البروبلم اللي جات لنا قبل كده في الامتحانات السابقه بتقول ان الهيستوجرام ايكولايز. عايز اوضح حاجه بس الاول، خد بالك ان انت هنا كان في كام القيمه، كانت كام عشان تعرف بس يعني ايه ايكولايزيشن قبل ما ندخل في التفصيل. هنا القيمه كانت كام؟ نرجع كده للفقره دي، هناخد مثال. مثلا القيمه هنا كانت مثلا سي 7، فانت عايز توجد دي الار، ها عدد البيكسل ار او الان، ان اوف ار، الان عند ار معينه انت عايز تغيرها، عايز تخليها كام؟ بص القيمه المقابله لها بقت مثلا بدل الان كانوا 7 فالان هتبقى 15. يبقى انت عملت ايه؟ اعاده توزيع. طب هنا كانت كام؟ هنا كانت 1000. بعد ما عملت اعاده توزيع بقت كام في المقابل لها على طول هنا؟ ها بقت 20 مثلا. يبقى انت بتعيد التوزيع، بدل الار والان بقت بتستنتج حاجه اسمها الاس. طب الاس بتساوي ايه؟ ال ماينس 1، ده القانون اللي انا هستخدمه، وهقول لك القانون الثاني اللي يحب يستخدمه مفيش مشكله. بي اوف ار من جي بتساوي صفر ل كي، يعني من بدايه البكسل لاخرها، ده القانون العام بتاعنا، حيث ان ال L ده الانتنس ليفل اللي هم الثمان الوان، ال P of R البروبابيلتي بتاع كل واحده، العلامه دي معناها السمشن، يعني هنجمع كل البروبابيلتي اللي هنطلعها من الجدول. ده قانون. القانون الثاني بيقول S تقدر تجيبها بشكل ثاني، L minus 1 على M في N summation of N، يعني يا اما تجمع ال N وبعدين تضربهم في L minus 1 وتقسم على اجمالي عدد البيكسل، يا اما تجمع ال P probability. وهنشوف الحل باستخدام القانونين، وهم نفس الشيء على فكره، لان احنا لما ندخل ام ان جوه هنا معناها الاجمالي، ما هو ده الان توتال. يعني ده صحيح وده صحيح والاثنين بيأدوا نفس، انت هتستخدم واحد فيهم في حل المساله. طيب كويس. فهنا بقى عايز يشرح لنا ازاي هنجيب، تعالى افرض معايا ان احنا عايزين نجيب البي ار، هو جابها اوتوماتيك، بس انا عايز افهمك هو جابها منين. البي ار ال احنا فاكرين القانون بيساوي ان على ان توتال. معناها ايه؟ معناها ان هنقسم ان 790 على ان توتال. فين الان توتال؟ اهي 4070، دي 4096، دي لازم يطلع لها قيمه محدده، لازم يطلع لها قيمه محدده. تعالى نكتب الحساب بتاعها، احل معاك مثال كده عشان نشوف ال ادي الكالكوليتور مثلا، هنقول 790 هنقسمها على 4096 هنضرب في 100 طبعا عشان نطلع البيرسنت، هيطلع لنا ان هي 19% 19 بوينت صح. طبعا هو الادق لو هنكتب النتيجه، هنكتب النتيجة هتكون 0.19، لأن احنا قلنا المجموع هيكون بكام؟ يبقى 0.1923
او 0.193 عشان الثمانية هنقربها، يبقى 193 من 100. فنقدر نقول كده زي ما انت شايف اهو، حط القيمة بتاعتها 193 او قربها قوي، انت مش هتقربها في الامتحان عشان تقدر تجمع النتائج بتاعتك. فحسب اول واحدة بالمثل هنقسم 1023 على 4096 اللي تحت، يطلع لنا الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. طيب كده احنا جبنا البروبابيليتي. نقدر نرسم، ايوه نقدر نرسم القيم بتاعه الانتنسيتي ليفل مع البروبابيليتي، ونقدر نرسم ده يطلع لنا هيستوجرام نورماليزيشن. لكن لو طلع بالهيستوجرام بس نقدر نرسم الان مع الار، ده اسمه هيستوجرام. لكن احنا دلوقتي عايزين نزود حاجه اخيره او نجيب ايكوالايزيشن عشان نفهم ازاي بتتحسب. فهنقول ان ايكوالايزيشن او القانون اللي قلناه ان اس بيساوي ال ماينس 1 summation of p of r. بس انا عايز احسب عند كام لون؟ عند كل الالوان. يبقى اول مره هحسب عند اللون صفر، يبقى هاخد عند الانتنسي صفر. يلا نشوف ال ماينس 1 ثابته اللي هم ال ب 8 ناقص 1 يعني 7، هو قال الرينج بتاعنا، يبقى دي 7 دايما هتكون ال ماينس 1 بتساوي ال ماينس 1 بتساوي 7 في المثال اللي احنا فيه. طيب 7 summation بي ار، انا عندي اس 0 يعني هاخد ار 0 اول قيمه، summation بي ار هي البي ار، يبقى ال 193 او 19%، يبقى هضرب دي كده في 19 من 100 او 193 مش هتفرق من 1000، هيطلع لي 1.33. خد بالك ان اس 0 طلعت 1.33. طيب تعالى نحسب الثانيه وهنوضح برضو المقصود. اس 1 بتساوي ال ماينس 1 اللي هو 7 summation of br. يعني ايه summation of br؟ يعني عند ال S1 او عند ال R1 هشوف مجموع ال probability السابقة، يبقى هجمع الأولى مع الثانية فيطلع لي كام؟ summation of br 4 9 و5 4، يبقى 44%. الريزلت بتاعتها 7 في ال 44% يطلع 3.08، وهكذا هجيب S2 S3 S4. وبعدين الاحظ ملاحظه اخيره مهمه، طبعا هو جاب القيم دي اهو زي ما احنا جبنا كده 1.33 وبعدين 3.08، بعدين جاب S2 S3 S4 S5 S6 S7. هل في لون من الكورس اللي احنا درسناه او المعلومات اللي عرفناها، هل في لون اسمه 3 و8%؟ فاحنا هنعمل ابروكسيميشن، يبقى ده هنقربه ال S1 ل 3، يبقى ده اللون 3 وده اللون 1 وده صح كده 6 وده 7 وده 7. ليه؟ عشان 6 معدي ال 6 ونص يبقى 6 7، لكن ده 6 وده 6 وده 5 عشان 4 55. فالتقريب او الابروكسيميشن هنشوف هو بيعملها ازاي اهو. قال لي الواحد 33 تقربها، يبقى لازم تقرب، يبقى الاس بتقرب، لان مش هينفع تقول لي ان في لون لونه 1 33 فتبقى 1. طيب دي الرقم ده يهمل، يبقى دي 3. 55 تتقرب تبقى، لأن الخمسة هتتقرب تبقى 6 والستة تتقرب تبقى 5، يبقى دي 5 مش 4، ها دي 5. طيب 5 67 هل تفضل 5 ولا 6؟ نشوف الرقم اللي هنا كام، أكتر من النص أو النص، يبقى على طول يتقرب approximated ل higher value يبقى 6، وبعدين 6 كمان مرة عشان دي قيمة صغيرة، وبعدين دي قيمة كبيرة المرة دي 7. ومدينا مثال واضح جدا، دي 6 وشوية ودي 6 وشوية، بس دي 6 23 أقل من 50 تتحذف، لكن هنا تكبر أو ترفع لكام؟ ب 7، ودي كمان تبقى 7 عشان قيمة كبيرة تبقى 7، والأخيرة 7 بالظبط. إيه اللي هقدر أمثله؟ أقدر أمثل بأكتر من طريقة، يا إما إن أنا أحط الانتنستي ليفل، أول مرة هحط بقى الانتنستي ليفل هنا ونرسم معاها البي اوف ار، فيطلع لنا البي اوف ار زي ما انت شايف النقط دي كده، او ان احنا نمثل مع الاس، مع قيم الاس اللي هتطلع لنا، فهنحط البروبابيلتي عند اللون رقم واحد طلع كام واحده، او اول واحده كان لونها كان قيمتها كام واحد فيطلع عند واحد، وبعدين اتنين. طبعا دي قيم قبل التقريب، لكن احنا هنشتغل على القيم دي او لازم نقربها بالشكل ده. وده نفس الكلام اللي هو لو رسم العلاقه بين الاس والبي ار، طبعا هو بيطلب في الامتحان العلاقه بينهم بتكون. طبعا احنا كده عملنا اوريجينال هيستوجرام اللي كان القانون بتاعه ال P of R، اسف ال H of R اللي هو بيساوي N، ده اسمه اوريجينال هيستوجرام. بعدين ترانسفورميشن فانكشن اللي هي عملت لنا
النورماليزد هيستوجرام اللي هي البي اوف ار اللي بتساوي ان على ان توتال، واخيرا الايكوالايزد هيستوجرام اللي بيجيب لنا الاس وعباره عن ال ماينس 1 سمشن اوف بي اوف ار. الكلام اللي احنا قلناه كله موجود في الجزئيه دي، لكن عايزين نوضح حاجه كمان مهمه. The values او there are values of equalized histogram observe that there are only 5 distinct entity level. ف0 فبقت S1 ال S0 بتاعتها ده لما جبنا ال equalized، لما جبنا ال S. There are 790 pixel in the histogram بالرينج ده، صح؟ جت منين 790؟ في اول رينج، يعني اول حاجه كانت 790، ده كان عند ال R0. لما جبنا ال S كانت كام قيمتها ال S بعد ما قربناها؟ هي دي طلعت واحد، صح؟ يبقى هيتغير اللون بتاعهم، هيبقى واحد. فبالتالي ال 790 دول لونهم هيبقى ايه؟ لونهم واحد مش لون زيرو. فبالتالي there are 790 عند قبل التحويل كان زيرو، بعد التحويل اصبح واحد. Also there are in the image في 1023 بيكسل عند ال S3 عند 850 عند ال S2. ايه اللي حصل هنا؟ عملنا لهم equalization او اعاده توزيع. However both R3 و R4 were mapped to the same value 6. فبنجمع الاثنين مع بعض عشان يطلع الناتج، يعني خد بالك. هنا عند الستة كان كام؟ كان 128. وعند الخمسة كان كام؟ كان 245. لما حولنا للاس تلاحظ حاجة، تعالى نقرا القيم كده، تعالى نقرا القيم هنا. في واحد، لحظة، في واحد وفي ثلاثة، يعني مفيش اتنين، ها، وفي خمسة وفي ستة وفي ستة كمان مرة وفي سبعة وفي سبعة وفي سبعة. معناها إن عند الـ R خمسة وستة وسبعة كلهم هيتنسبوا للون الجديد اللي هو سبعة، وكل القيم بتاعة ثلاثة، ثلاثة قيمتها ستة، صح؟ ثلاثة S3 اللي جت من R3 طلعت 6، و S4 طلعت 6. يبقى هتروح تجمع عند الاثنين دول اللي هم 3 و 4، 3 و 4 هتجمع البيكسل بتاعتهم وتحطها في الناتج بتاع الاس عند الستة. الشكل هيطلع ازاي؟ او عشان نفهم الكلام ده، الشكل هيطلع موزع بالشكل ده. هنحل مسألة رقمية مع بعض ونشوف هيطلع ازاي الشكل بتاعها. 245 مع 128 مع 81، كل دول هيكونوا عند الفاليو 7. جت منين القصة دي؟ لان ارجع تاني للجدول، عند الفاليو 7، عند الفاليو 7، عند الفاليو 7 كنا 7 و6 و5، فين قيمهم في الجدول؟ 7 و6 و5. يبقى هجمع الرقم الاخير 81 و128 و245، كل دول هيتجمعوا مع بعض عشان يقولوا لنا ان بعد الايكوالايزيشن عدد البيكسل عند رقم 7 كذا. طب وفين بقيه الارقام؟ مفيش، في حاجات اختفت. يعني الاس، معلش انا عايز اوضحها مره ثانيه، R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7، دي كل الانتنستي ليفل اللي كانت متاحه عندنا، مظبوط كده؟ ايه اللي حصل او الجزئيه دي هو ليه بيجمع؟ وانا مش فاهم، او حد ممكن يقول لي انا مش واخد بالي ايه اللي حصل يعني. فهقول لك ايه اللي حصل. لما جبنا الاس اللي هي اعاده التوزيع، نلاحظ ان ما بقاش عندنا كل القيم متاحه لما عملنا التقريب. فلما كان R0 طلعت ال S1. وعند R1 طلعت ال S ب3. وعند R2 طلعت ال S ب5. أنا بقول لك اللي موجود في الجدول اللي فوق. وعند ال R3 طلعت ال S ب6. وعند ال R4 طلعت ال S كمان ب6. وال 5 وال 6 وال 7 طلعت ال S ب7. معنى كده ان انا لما قعدت التوزيع كاني غيرت الالوان، اللون الزيرو بتغير بقى واحد. واضح؟ يبقى اخد القيم بقى المقابله من الجدول اللي فوق. 0 1 اللي هي 790، يبقى 790 هتتكتب زي ما هي، يبقى بعد التعديل، بعد اعاده التوزيع، بقى فيه 790 بيكسل عند واحد بعد اعاده التوزيع. طيب R1 كان كام؟ من الجدول، ناخدها من الجدول. R1 كان كام؟ R1 كان 1023، بقى هو ده اللون عند 3 دلوقتي بعد التحديث أو بعد التوزيع،
بقى 1023 عند 3. كويس، انا مش هطلع على الجدول، هقول لك اللي موجود وانت ممكن تكون طابع الجدول قدامك. طيب R2 كان القيمة عندها 850، يبقى انا هكتب هنا 5 صح؟ هي اللون الجديد 5، يبقى 850. ركز بقى في اللي جاي. R3 كان الرقم عندها، لو بصينا في الجدول اللي فوق، R3 كان 656. طب انت عايز هتقول ليه كمان R4؟ تعال نكتب بس R4 وهوضح لك. R4 بتساوي 329، بس لما حولناهم بقوا الاثنين 6، يبقى الاثنين هيبقوا نفس القيمه، هيتحطوا عند نفس الحاجه، يعني كأنه ما بقاش عندنا 2 6، بقى عندنا الاثنين دول خانه واحده، قيمتها كام؟ 6. بتاخد كام؟ اللون الاصلي كان 3 و4، ناخد البيكسل بتاعتهم تبقى 905 ومش عارف 50 مثلا، 65، 965. طب و7، هنجمع الثلاث قيم هنا ويبقى كل دول يمثلوا لون واحد بس اللي هو 7 بالنسبه لنا في الجديد بعد التوزيع، اللون الجديد 7، فهو قال مجموعهم يطلع كام؟ اهو اللي هو قايله دلوقتي 448. لسه في حاجه مهمه، فين اللون 0؟ اختفى، يبقى في الجديده هنا الزيرو صفر. طب والواحد موجود، الاثنين صفر مفيش، والاربعه صفر، والخمسه له قيمه، السته له قيمه، السبعه له قيمه. لو جمعنا المجموع ده برضه يطلع 4096 بيكسل، بس احنا قعدنا توزيعهم زي ما فهمنا الطريقه، وهناخد برضه ان شاء الله اكسرسايز تاني على الموضوع ده. وزي ما قلنا هنا باين جدا ان الصوره الاصليه، نرجع نفكر نفسنا، قلنا ان دي دارك صح، وقلنا ان دي ايه في الاصل، ها، وان دي لايت، وان دي كلمه مهمه جدا لو كونتراست باهته، وان دي هاي كونتراست شديده التركيز او واضحه هاي كونتراست، وان انا لما ده التمثيل او الرسم بتاعهم بالشكل الطبيعي، لما هعمل ايكوالايزيشن هيبقى شكلهم كده. بص، الدارك هتبقى واضحه هاي كونتراست، واللايت هتبقى هاي كونتراست، واللو كونتراست هتبقى هاي كونتراست، والهاي كونتراست هتفضل هاي كونتراست. يبقى انا بحسن الصور باستخدام فكره الهيستوجرام ايكوالايزيشن، وتلاحظ ان هم بقى اعاده توزيع، صحيح لسه شويه في عالي ان هي كانت دارك، يعني ان انت مش هتخليها كلها 100% متساويه، دي عمليه رياضيه او ستاتستكس هتطلع، لكن بقى في توزيع بعد ما كان الشكل القديم هنا كان عامل كده صح، وهنا فاضي، بقى ايه؟ في توزيع ديستريبيوشن، عشان كده الار والاس اللي احنا اتكلمنا عنها، وعشان كده طريقه جمع البيكسل اتغيرت. كده احنا فهمنا موضوع الهيستوجرام، هيدينا بعض الامثله بقى بسرعه، هنلاقي ان دي الصوره، وهي طبعا الهدف منه انهانسنج ايمج. لما يقول لنا ايه فائده الهيستوجرام يا جماعه؟ نقول له انهانسنج ايمج، والدليل ان دي صوره باهته وده الهيستوجرام بتاعها جراي صح؟ لو كونتراست، لما تعمل لها ايكوالايزيشن، هيستوجرام ايكوالايزيشن بطريقه رياضيه، تتحول البيكسل زي ما انت شايف كده متوزعه في كل مكان، فالتركيز بتاع الصوره والوانها هتبقى واضحه، هي مش هتبقى غامقه ولا فاتحه، لا تبقى واضحه او كلير، او الكلمه الثانيه هاي كونتراست. نوت ذات ذا بيكسل انتنسيتي فاليو ار كونسنتريتد اون ذا ميدل، يعني لو كونتراست، عايز اوزعهم هيستوجرام بروديوس بيكسل هافينج فاليوز ذات ار ديستريبيوتد ثرو ذا رينج او ثرو out the range، يعني وزعت النطاق بتاعنا او الالوان بتاعتنا. another example، خد بالك من الاكزامبل ده، ادي الصوره بتاعت الكاميرا مان ده وهو بيصور، الصوره كانت يعني الى حد ما كلير، بس لاحظ حاجه ان ساعات الايكولايزيشن بيبوظ الدنيا، لان بعض الصور انت عايزها فعلا يكون فيها دارك ويكون فيها جراي وما يكونش فيها ابيض زي الصوره دي، فانت لو عملت ايكولايزيشن هنا مش هي، بالعكس هيخليها السطوع بقى وزعهم صح، فضيع الباك جراوند، خلى اللون بتاعها بقى فاتح زياده عن اللزوم صح، فبقى فيها ضوء ابيض زي ما انت شايف كده. ودي المعلومه المهمه اللي بيجيبها دايما في ترو فولس، نوت ذات هيستوجرام ايكواليزيشن داز نوت اولويز برودوس جود ريزلت، يعني مش دايما هيطلع لنا جود ريزلت. امال امتى يطلع جود ريزلت؟ فقط اذا كانت الانبوت ايمج دي اسمها انبوت ايمج، الانبوت ايمج مالها لو كونتراست، لو كونتراست. طب هل دي كانت لو كونتراست؟ لا، دي هي كانت كويسه، احنا بقى عملنا لها هيستوجرام وهي اصلا اوريدي هاي كونتراست او واضحه، فبقت سيئه او فيها ديفوز زي ما انت شايف، حتى اللون الجراي بقى الجاكيت بتاعه ده بقى شويه ايه الوانه باهته،
لو قربنا شوية كده هتاخد بالك من الفرق بين الصورتين، تلاحظ إن الصورة اللي على الشمال أوضح رغم إن إحنا ما كناش عملنا عليها حاجة أو ما عملنا لهاش إيكولايزيشن ولا حاجة. طيب